تطوير السبل لرفع اجور ومعالجه، واترك المجال لاخي وزميلي علاء حنتش ومندوب او انا كصحفي بدي دائما مؤسسه قويه اثق فيها. وهذا كشخص بشوف انه ما في ابدا التزام تطبيق الحد الادنى. اليوم هذا النشاط هو جزء من سلسله انشطه لدعم جهود الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نقابه الصحفيين، من اجل رفع الصوت عالي للدفاع عن حق تطبيق الحد الادنى للاجور. شهدنا كثير من العمال والعاملات ما يتقاضوا الحد الادنى للاجور، ونأمل بهاي الحمله اللي هي من دعمنا بانه كلا المؤسستين نقابه الصحفيين واتحاد النقابات يتمكنوا من تحسين حياة العمال، من تحسين الأجور، ومن تمكينهم من تقاضي الحد الأدنى من الأجور على الأقل، إضافة إلى التحسين العام في هذه الأجور وتحسين أيضا في ظروف العمل. وبحب أنوه أنه المبلغ الجديد للحد الأدنى من الأجور هو أصبح حقيقة واقعة، وأصبح حق من حقوق العمال والعاملات، وجهودنا من أجل أنه كلا المؤسستين يطبقوا هذا القانون ويضغطوا سواء على الجانب الرسمي أو الجانب المجتمعي في أنه إن كل ينادي ويطالب بصوت واحد لنرفع الحد الأدنى للأجور، لأنه هذا الحد الأدنى هو حق دستوري، حق قانوني، ويجب الدفاع عنه وتمكين العمال من الاستمتاع به.